أريد من هذه القضية، اللي هي عبارة عن شخص موظف، هسه قد يكون مثل ما ذكرت جنابك بعلم أو بغير علم، بس هو موظف واحد ارتكب هذا الموضوع والتحقيقات لا زالت جارية، والقضاء أعلن بأن التحقيقات لا زالت جارية ولم تصل الأمور إلى نهايتها، وشوف حجم الإعلام الموجه لتوجيه بأن هذه الشبكة كذا وهذه الشبكة كذا، والغاية معروفة، هي عمليات ممنهجة لحرف الرأي العام العراقي وإدارة نظرته إلى أمور كان المفترض أن يتم التركيز عليها، اللي هي مثل ما ذكرت جنابك. جد قريت إليك تغريدة أنه نعم. يعني أنت تنبأتي أنه البعض سيتعرض للتسقيط، يعني راح يعرض حكومة السوداني للتسقيط، وقلتي أنه هاي القصة انتظروها، وبدأت هجمة إعلامية ضد السوداني ووضع العصا في عجلة التطور. زين، هاي أفتهمها أنا، بس من يقود هذه الهجمة؟ هاي خل أذكر لك هنا بنقطتين، خل أحكي لك نقطتين. النقطة الأولى، الكل أنا وأنت نتذكر إحنا كنواب كنا باب الشارع، ما نقدر نطلع من مستحاتنا من الناس نتيجة الوضع المزري والوضع البلد التعبان. فالسوداني ورث تركة ثقيلة تتمثل بيش شعب ثائر وتتمثل بوضع مزري في حكومة. بدت هذه الثقة تتعزز ما بين المواطن وما بين هذه الحكومة، لأن بدأت تشوف أشياء ملموسة في إعادة دفة البلد بالسكة الصحيحة، وبدأت هذه الثقة حصادها جمهور، أكو جمهور متردد 80% ما يريد الانتخابات ولا راضي بالعمل السياسي، من شاف هذا التحول منطلق من بغداد إلى بقية المحافظات، تحول صناعي، تحول في مجال الكهرباء، تحول خدمات، تحول في مجال الصحة، التفتت القوى السياسية بأن هذا التعزيز بالثقة يمثل حصاد جمهوري شعبي لهذا الرجل. فتحوا نقاشات وفتحوا مفاوضات. بيش أول المفاوضات بأن يشترطون على السوداني بأن 6 شهور قبل 6 شهور يقدم استقالته. ما صارت لها جو. انتقلنا إلى ثاني نقطة، هو أن لا يشارك بالانتخابات ويكون هو يعطى مقابل عدم مشاركة الانتخابات. طرحت على السيد السوداني ست عالية، طرحت عليه، هذه كلها طرحت على السيد السودان، هذا كل ما أتكلم به طرحت على السوداني. طرحت مدة 6 شهور، طرحت مدة أن لا يدخل بالانتخابات وأن مقابلها أن تكون إلى تعهدات برئاسة الحكومة، وطرحت بها بأن لا ينزل بأي قائمة انتخابية. وأحد الخيارات اللي هو كان مبيتها النفسه وأنا هسه أعلن عنها بأن يريد الرجل يفوت انتخابات، ويريد يجرب حظه، ويريد يكون إلى يعزز الـ 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 النشاط اللي سواه بصندوق الانتخابات. من أعلن بأن هو حيسوي قائمة انتخابية ويشتغل الانتخابات، ظهرت لنا قضية جوحي وقضية هذه الشبكة. يعني هل أعلن؟ ما أعلن، بس أنا وغيري نعرف أستاذ عدنان، إحنا عندنا مجسات بأن هو الخيار اللي أخذه من كل الخيارات اللي طرحتها لك بأن هو يفوت انتخابات. طيب هو يعني هذا القرار اللي لمس شكل خوف لدى قوى الإطار تحديداً، يعني السيد السوداني نعم. بدأ نعم. قوة إطارية بدأ يخيفها. هذا الخوف تتذكر أنت بحكومة السيد المالكي عندما نجح بال4 سنين الأولى بدأت صناعة الأزمات. أنا كنت متوقع أن تصنع هذه الأزمات، لأن هو تاريخ وتاريخ حديث كليتنا حافظي.